السلام عليكم، اسمح لي هذا السؤال. هذا السؤال من الأسئلة نفس فكرة السؤال السابق، سؤال بسيط يعني مش هالإشي. بنفس الطريقة بقول لي أوجد الفاينل فيلوستي في من فتحة وفي تو فتحة أفتر ذا كوليجن ذا تو سلندر في تو بوينت فور في شتو بريستيتيوشن بوينت فايف ذا شات سموس أول سو ديترمان ذا بيرس أند أن ذا أوريجينال إنرجي لوست ديورينج إمباكت. طيب خلينا نشوف شو الإنرجي لوست هذا الجديد علينا. تمام، خلينا هسه نحل إيش فيلوستي. إذا V2 2.4 و V1.8 و V1.5 توجد الفاينل فيلوستي، بطبق نفس المبدأ. هاي باوند يعني وزن، يعني الكتلة 1.5 32 يلا 1.5 32 2 V1 V1.8 ناقص. ليش ناقص؟ لأنه هاي لليسار 10.4 كتلة اللي هي 2 32.2 تساوي 1.5 32.2 في 1 فتحة زائد 2 32.2 في 2. شو بعمل هسه؟ المعادلة الثانية 0.5 تساوي V2 فتحة ناقص V1 فتحة على V2 V1 قصدي هي 0.8 ناقص ناقص 2.4 يعني زائد 2.4 انه هاي سالب، رقم سالب قوتهم تطلع معي V2 V1. هيا سؤال 352 M1 هي ما تطلع 1.5 على 32.8 هاي سالب وهاي السالب 1.5، وهاي المعادلة اللي أنا حكيتها لاحظ هون برضه موجب صارت. المهم حليتها طلعت معي V1 سالب يعني إنها لليسار، V2 سالب برضه إنها لليسار. الأوريجينال إنرجي أو إنه الـN اللي هو هذا الكوفيشنت وإنرجي لوس شو بيساوي؟ V1 بس T2 على T1. تمام؟ T1 اللي هي نص MV تربيع، نص MV تربيع. T2 طبعا السيارتين نص MV تربيع زائد نص MV تربيع، طبعا انتبه الام 1.5 على 32.2. T2 نفس الطريقة بطلع السرعات النهائية، مع قيمة الطاقة الحرقية والطاقة بعد. نطرحهم على القانون هذا، مع النسبة 52.7. وننتبه دائما لأنه عندي سيارتين بجمع السيارتين. يعطيكم العافية.